الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت النهاردة تلقي أوراق وطلبات الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ومن المقرر أنه تتلقى الهيئة طلبات الترشح من النهاردة وحتى يوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري والمدة 9 أيام. ده هيكون بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هو موجود في شارع قصر العيني بوسط القاهرة. أصدرت امبارح قرار بتشكيل لجنة برئاسة المستشار علاء فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لتلقي وفحص طلبات الترشح، وبتتولى اللجنة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط اللي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات على طلبات الترشح. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 16 و17 و18 من مارس لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، وكذلك أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه لإجراءها في الداخل. طيب معنا زميلنا علي عامر من محيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات عشان يقول لنا على المزيد من التفاصيل حوالين ما هو آت خلال 9 أيام الجايين إن شاء الله والإجراءات المتبعة عشان اللي بيشوف في نفسه رئيس جمهورية قادم وهيترشح تكون إيه مواصفاته أو حتى الشروط اللي حددها الدستور والقانون وفقا لما تم إعلانه من جانب اللجنة الوطنية للانتخابات. فضل يا علي. برحب بك يا هشام وبرحب بكل السادة المشاهدين، بالفعل موجودين الآن في محيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لرصد أولى الأيام تقدم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بأوراقهم في أولى الساعات. يعني احنا بدأنا من الساعة 9 ومستمرين النهاردة لغاية الساعة 5، والاستعدادات على أشدها سواء من ناحية القائمين على الهيئة الوطنية للانتخابات أو من ناحية الأمن والتأمين المتواجد في محيط الهيئة الوطنية للانتخابات. لكن خلينا نتكلم أكتر عن عمل الهيئة، والهيئة ده يعتبر هو أولى الانتخابات اللي هتقوم بالإشراف عليها، هي الانتخابات الرئاسية الحالية اللي بنشهدها حاليا. وطبعا الهيئة معنية بإدارة جميع الاستفتاءات أو الانتخابات المحلية أو النيابية وطبعا الانتخابات الرئاسية. اللجنة أو الهيئة بتضم لجنة هي بتقوم بالعمل على إدارة شؤونها. اللجنة مكونة من 10 أعضاء، الـ10 أعضاء طبعا تم اختيارهم وندبهم ندبا كليا بالتساوي من رؤساء المحكمة النقض ورؤساء نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف، وكذلك نواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابات الإدارية. طبعا هم بيقوموا بتلقي الطلبات من المرشحين والفصل فيهم، بالإضافة كمان ان هم بيقوموا بمحاكاة التوكيلات المقدمة اللي هي طبعا 25,000 توكيل بأصول مماثلة بتكون جاية لهم من قبل مكاتب الشهر العقاري، وبعدها بيقوموا بتسليم المرشح وصل بيفيد استلامهم هذه الأوراق، وكذلك وصل بيفيد استلامهم مبلغ التأمين اللي هو 20,000 جنيه، وكمان وضع اسمه في سجل التسجيل بالساعة والتاريخ، لأن ده طبعا من خلاله هيتم إعطاء المرشح الرمز الانتخابي اللي هو طبعا بيبقى بأولوية التقديم. لكن إلى الآن لم يتم التقدم من قبل أحد المرشحين لداخل الهيئة الوطنية للانتخابات بأي أوراق، هو كل اللي موجود حاليا هو بعض الأشخاص اللي جم يسألوا عن الأوراق المطلوبة. ولو حبينا نتكلم عن الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية طبعا واللي هي ضرورية جدا للتقدم للترشح، هي بتبقى شهادة الميلاد وصورة المؤهل، وكذلك طبعا في المقدمة التوكيلات هو 25,000 توكيل أو يعني في موافقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللي هو 20 عضو، وكذلك إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين يعني يحملان الجنسية المصرية ولا يحمل أي جنسية أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية، وكذلك إقرار الذمة المالية وتقرير الطبي وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في أي قضية جنائية. ولو اتكلمنا عن محيط الهيئة الوطنية للانتخابات بيشهد حالة من استنفار الأمن
الأمني الشديدة جدا من أول اليوم وحتى الآن. طبعا الإدارة العامة لمرور القاهرة وضعت عدد من الحواجز المعدنية وكذلك عدد من العلامات طبعا للتسهيل وتيسير حالة المرور في حالة وجود أي تكدس مروري. وطبعا في تواجد كبير من قبل قوات الأمن استعدادا لأي حالة طارئة، وكمان وجدنا عدد من الخبراء المفرقعات موجودين قاموا بتمشيط المكان بواسطة الكلاب المدربة على كشف أي أجسام غريبة. طبعا من ناحية تانية طبعا بتقوم مكاتب الشهر العقاري باستخراج التوكيلات للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية طبعا بالتزامن مع عمل الهيئة الوطنية للانتخابات باستقبال الأوراق المطلوبة واللي هتستمر حتى يوم 29 يناير. ده كل اللي عندي دلوقتي يا هشام، وطبعا احنا مستمرين حتى نهاية اليوم في رصد يعني كافة الأخبار ومتابعتنا دايما ومتابعة مشاهدينا بكافة أو بكل ما هو جديد. برجع لك مرة تانية يا هشام لاستكمال باقي أخبارنا وفقرتنا. شكرا جزيلا زميلنا علي عامر، كنت موجود معنا على الهواء مباشرة من محيط الهيئة الوطنية للانتخابات في وسط القاهرة. بشكرك على هذا التقرير الشامل فيما يتعلق بعملية الانتخابات.